طيب يا شباب نكمل حلقتنا الثانية. أحلى شيء إنك تخليهم متكترين مع بعض. هذاك ما درى ما درى ما درى ما درى صبر 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 يا أخي ما يمديكم سنيك كذا زي بقولهم ستوب ستوب هنا ستوب الله يرحم والديكم يا فضايح. أيوة أنا بروح بعطيهم سنيكي بيكي كذا بدون ما يحسون فيني. خربيت رايح جاي هذا وفاسة. يا ريت إن معي النشاب. ما تيجي والله ما تيجي سنيكين صعب. بيشوفني بيشوفني غصب. فخلنا نجهز ايش الضربة. لا ترمي يا وصف. تعال يا احوى تعال اضرب. ايوه استغل الرينج يا حبيبي. فقع عينه. تعالوا تعالوا يا حلوين تعالوا اتبعوني. لا ترمي من بعيد لا ترمي من بعيد. اصبر اصبر وربي لا يجون يجلدون عينك بالحجار هذا يرمي. ما غير جالسين جالس اقدر فيهم. ودي مبارزة كذا يا اخي. وخر وانت وخر. وين ستوب 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 اف 6 ستوب. وقفوا وقفوا مكانكم. ايوه اريد مبارزة شريفة مع اخر واحد فيهم الظاهر. اي اخر واحد. هاتولي الكلب ده. يا صار اثنين. لا 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 صبر صبر صبر, صبر. ايوه ايوه يا شباب يا ربعي يا ربعي. كفو كفو يا الفزعة كفو يا الفزعة. خبزوهم ربي. كان ودي واحد ضد واحد. سوبرمان هذا مو الحين. هذا انا هو هذا الرئيس حقهم الظاهر. سمعنا انك اخذت اخينا الصغير واختنا. اين هم؟ هذا انا اتكلم. جود هيفن يقول من كثر ما شو اسمه نهبنا الناس وكذا ف ما يتذكر عرفت. فالمهم انه يقول لي 1 في 1 يبا مبارزه شريفه طالبها مني. ما يدري اني قبل شوي كنت رايح ادورها. شوف الدمان اللي ساقاومك يا ابن الذين. تعال يا شباب الفزع. ايش المطرق؟ صبر شوي. لا تكسر الدرع. مبارزة شريفة أجل. ها وش مبارزة شريفة وأنا لابس لي هذا وذا لابس لي درع. والله العظيم أني أطعن فيه أنه جالس يركض. شوف حتى ربعي مساكين خايفين مكانهم. الحين صاروا عبيد عنده ورب الكعبة غبني. المهم بس هذا تعريف عن اللعبة يا شباب. ترى أنا ما ركزت والأمور طيبة يعني. صدقوني راح بإذن الله أكون القائد العظيم. لكن هي البدايات تعرفون يعني. الواحد ينجلد ويموت ويحيى. ينجلد أوكي بس تموت قوية يا أخي ما تترقع. شوفوا هلثي 50% بما أني مت. فعضو في حزبك. هزمت من قبل حزب رادغوس. والله لا أجيك يا رادغوس. هدفي أن نجمع من التجار شغلات ونتاجر فيها نضبطنا فلوس. وطبعا نشتري عتاد. حاليا شخصيتنا ضعيفة جدا جدا في القتال ولا عندها عتاد. فاللي بيصير إيش اللي بيصير أنه فيه بطولات تتنظم في هذه الأماكن. خل نروح نشيك على السريع. مثلا هذه مدينة لوكس. الله يخرب بيت البرنامج التعليمي. والله لا أقتلك أقتلك في هذه الحلقة أقسم بالله. تجنيد القوات أعطني الشعب كله. تعال أنا ما أحتاج تجني القوات. أنا أحتاج أنا أقوي نفسي بس. هلثي 50 وشلون نزيد الهلث؟ الظاهر بسبب أني مت أول مرة عشان كذا ما خاب ظني أنها الراحة. يا أخي أبغى أريح بس أبغى أريح. خلنا بس نمشي الوقت كذا نفرفر. طبعا هذه المدينة حاليا يشتكون من المخابي زي هذه. فمجرد ما أروح مدن ثانية بعدين ألقى مخابي ثانية ناس يشتكون منها. فيفضل أني ما أروح المخبى كذا أقتلهم أو أموت عندهم. لكن انك تروح تاخذ المشن منهم بحيث انك تلقى فلوس من اهل المدينة اللي يعانون من هذول الحرامية وقطعين الطرق اللي موجودين في المخابي اللي كل شوي يجون وش اسمه يزرفونهم. اللي كنت اوصل لكم اياها يا شباب في معلومة حلوة هنا على اللعبة. شوف مثلا الصوف. الصوف ظاهر رقمه 132 اللي هو سعره 132. بس اذا ظهر هنا بالاحمر اعرف ان السعر هنا غالي. يقولك يمكنك شراء من ليكارون بسعر 10. هنا ينباع 132. كيف لي كانوا بعشرة تستهبل؟ تخيلوا يعني 13 ضعف تقريبا لي كارون. ايوه هنا نيجي الفائدة هذا الموسوعة كارون هذه على طول طلعت لنا. نسوي لها مسار. يوم تسوي مسار خلاص تيجي في الخريطة يطلع لك اياها. مفروض هذه هنا شوف اذا كانت بعيدة من ضمن نطاقي بيظهر لك اياها في هالمكان كذا في اليمين تشوفها. فالقلعة هذه نحصل فيها شغلات رخيصة غريب صراحة.
ممكن ينصنع هذا الشيء هناك ما ادري. فالمهم موضوع التجاره اللي ودي اسويه اني افرفر هناك. شوف الخلفيه يا شباب اقسم بالله شيء متعب. صور الشاشه. تعال يا ابن الوسخه تعال تعال هلثي ناقص لكن ومعاك دروع ولكن وفي الليل تعال. يا رب يا شباب الله يخرب بيت ضرب بوته ما تمزح. لا 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 خرب بيت هلثك الله يخرب بيت كيف ضربتين وربع بسرعة. هلثي ناقص شوي لكن بإذن الله اني اضبط حياتك انت والخوذة هذه جاي لها بالثوب الصوف. يلا 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 الله يخرب بيتك حاط لك الخوذة اللعن. كيف سريع كذا كيف سريع كذا ابغى اعطيه مسافة واصقعه بالرمح. ما توقعت احد بيعنفني كذا في اول حلقة. ايش ايرر 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 هذا الحلقة الوحيدة اللي بتشوفونها أعزائي المشاهدين المود الجميل العربي عضو في حزبك إذا لم تفعل ذلك فرجع إلى تظل. حبيت استعرض لكم أنه فيه مود عربي لكن العربي للأمانة مضروب بشكل يعني وعشان أحطه رجعت بإصدار اللعبة 6 إصدارات يمكن لورا حق 2020 عشان يضبط معه شو اسمه المود. وفوق ذلك في ملفات مسكرة لازم انك تفتحها يدويا من الويندوز لان ويندوز 10 هي سكرة. ففي فيه والله مشاكل كثير تواجهها عشان تثبت العربي. للعلم يا شباب انا يمديني ادخل 5 هذول ويجلدون عينه واخلص المشن بس والله العظيم اني مستمتع وودي فعلا ما اطلع من هذا المشن الا وانا متعلم القتال لان هذا مجرد قاطع الطريق فما بالك بكره ادخل في وسط 20,000 واحد في بطولات. بس هذا قائد المخبأ ما اتوقع انها مجرد يعني مثل البقيه درع ومدري ايش وذا. والله لو قتلته انه انجاز والله بالنسبه لي. شوف في سواليف هنا يجيب لك اياها تم اسر فلان من قبل فلان لكن ما يمديني اقرا الاسامي بسبب ان المود مش مغطيهم او شيء ما ادري في مشكله. تم اقتحام ابن نوسا بواسطه مدري مين. ممكن وانت تتمشى بعدين هنا في هذا الاماكن تحصل عليها حصار من قبل مثلا الحمر هذا الكلان هذا. شوف القريه هذه الصغيره لو جيت حصلت الحبوب بتحصلها رخيصه جدا تشلها. شوف يا اخي والله شيء متعب عليه. بعدين تشلها تبيعها مثلا للمدينه هذه مثلا ما تحصل عندهم حبوب مثلا تبيعها ب4 اضعاف السعر شيء زي كذا. فاللي الفلوس 162 هذا فقروني والله الخمسه من كثر ما اعيد المشن بس ما عليه مجرد مشن تعليمي. عندي الشخصية فيها مهارة تطوير فتطوير سلمكم الله هنا الكشافة مهم ليه مهم انه يكشف لي هذه الحين مثلا ممكن في احد في هالمنطقة جيوش مثلا وما اشوفها فاذا انا مطور الكشافة بتشوفون نقاط كثير هنا اي جيش يتحرك هنا فاي واحد هارب مني يمديني اصيده في هذا الاماكن فالكشافة مهم. انا حاليا عندي 2 من التطويرات هذه الأخضر تشوفون البار الأخضر اللي وراء. ودي صراحة أنا أتعلم في التجارة ممكن أطورها بحيث أني أحصل الشغلات أرخص. فهذا مطلوب 25 مستوى المهارة هذا كل واحد أطوره مرة واحدة يعطيني تقريبا 10 أو كل واحد 5 ممكن. فتجارة كم مفروض أن أطورها شوف 10 بنطور مرة. شوف هذا يزيد لي البار الأخضر هنا سمة مجانية 1 لكل 4 مستوى تربحها. أوكي هذه السمة يوم أطورها مثلا هنا بيطور لي هذا لكلهم 3. أما بالنسبة لهذا يوم طورته طور لي بس مخصص للتجارة هذه. حلوين حلوين. دام عندي تطوير ثاني بطور البو رغم أنه ما عندي بو لكن تحضيرا للبو اللي بحصله. هالمرة أنا قررت إني أسحب على أبو الشيلد وأركز بالسيف. أحس تنقل بين الشيلد والسيف هو ناكبني. تعال. أضرب الله أضرب. طيب أجيه بالرمح. تعال نجرب الرمح فيك. اجلد عينك يا وسخ اجلد عينك. سالفة كان يبالها رمحين كذا وانا مطول المسألة. هيد شوتين كذا في وسط الخوذة كذا في عيونه.
الله يخرب بيته، اقسم برب الكعبة انه اكتسبت 1.4 معنويات لقد ربحت 100% من القنايم. شوف اللوت اللي بيطلع منه، شوف الدروع اللي بتطلع منه، قطاع الطرق الجبلية، والله يا شباب انه قوي والله. بعدين انا الفلسفة اللي فيني ما ودي اروح شو اسمه ادخل الجماعة يساعدوني، لا ايش هذا وش سوي هنا؟ اذا كنت بصير اسير عندك خلنا اعرفك على نفسي رادوغوس، لسه ما قطعت شو اسمه او ما قتلتني يعني which was wise move، وهذه حركة ذكية منك، ما يدري اني مستانس اني قتلته. يقول قيمتي وانا حي افضل لك بكثير. اقول له ساعدني في الحصول على اخوي brother and sister، اخوه واخته، كيف كذا الظاهر مضيع الجماعة كلهم. هذا يقول لي خلاص ابشر جماعتي. خلنا نشوف رادغان رايدر وقائد لصوص الجبال. ولي شت، اوكي الحين 2 أو 3 سجناء عندي، 2 من رادغان رايدر اللي هم جيوشه وهذا القائد تبعهم، فبيكون من ضمن السجناء. نضيفها الى ايش؟ نضيفها الى وانتد بارتي، بارتي يعني مجموعه او مجموعتي، فخلاص الحين تحت قيادتي. وانضموا في 6 من قبل كانوا تابعين لجيوشي، وهذا اخوي وهذه حياتي 85. خلينا نشوف ليفله، شوف ليفله هذا الطبقه 5 وهذا البقيع، يعني انا تغلبت يا شباب على واحد ليفل 5، والله العظيم انه انجاز كبير بالنسبه لي اشوفه في الحلقه الاولى. هنا شخصيتنا، تطوير شخصيتنا يا شباب ممكن تجي عند شجرة التطوير وتطور، بس الظاهر ان هذا ما عنده شجرة تطوير ولا شيء. ايش يقول لي شو اسمه؟ لقيت تشست، لا بد انه يكون حق تكتس الدكتور قبل شوي. في تشست حصلناه، ان شاء الله ان حصلنا درع كويس. اذا ما حصلنا درع كويس لا بد ان ندخل في بطولات، والبطولات هذه لها جمهور، تدخل في ساحة، يعني شيء رهيب صراحة. maybe you can sell it to اوكي يبي يبيعه اللي حصله. يقول لي عندي فكرة أفضل، أن سبريت خلاص كل واحد يروح بطريقة، أخوه بيروح بشو اسمه يدور وأنا بروح أدور. المهم أنه عشان يرجعهم، يرجع أخوانه بسلام، سأحتاج أن أخذ هؤلاء الرجال معنا، لا أريد أن يفلت. رادغوس زلق، أوكي علينا أن نجد طريقة لقيام بذلك، ربما هذا الشيء البرونزي يمكن أن يساعد بالفعل. تكتس قال أنه بيساعد. حدد اسم عائلتك، أوكي كذا الكلان نسميه والله قائمة المطلوبين أو الأكثر طلبا موانتد. جمهور مع النبلاء وسكون من سهل بالنسبة لي أن نجدك عن طريق السؤال. عائلتنا إذا خلاص ابتكرنا الموست وانتد، أوه نحدد لهم شعار جمجمة على مدري كيف، ما هي بالجمجمة المطلوبة. ولا سيف، سيف سيف اللي حاطه عن شخصيتي، وين السيف؟ ما في سيف للأسف، إلا والله في سيف، هذا سيف وهنا في فاس، واللون أوه اللون يتغير مع لون لبسنا، فخلى أحمر، أحمر أتوقع كويس، أو أزرق، أزرق حلو، خلنا أحمر يا رجال، أحمر في أحمر عشان الدمان ما تبين فينا، عرفت؟ البرنامج التعليمي قد انتهى، أنت الآن حر في استكشاف كارير ديا، وأخيراً أخيراً أخيراً يا شباب اكتملت المهمة، عثر على مخبأ عصابة رادغوس. خلاص خلصنا المهمة، الحين يمديني أرويكم الشغلات الحلوة هذه على السريع. خلنا نيجي هنا سريع، شوف في لصوص هنا يمدينا نقاتلهم، بس حاليا ليفل شخصيتي جدا جدا سيء. شوف اقدر اتاجر نشاب، يا سلام انا اريد البو، البو تكفى، السهام، السهام بالاصفر يعني السعر لا باس. ودي اجي مثلا عند الزبده، الزبده هذه تحصلها باللون الاخضر يعني رخيصه مره، رخيصه مره في هذا المكان، لو اشتريها واروح شو اسمه اتاجر. 5 كم كلفونا؟ 45 اوكي اتذكروا هذا، خلنا مثال واحد ب 45. ممكن غير كذا نشتري خام الحديد ونروح إن نصنع الأسلحة وكذا ونروح نبيعها أو نطور الأسلحة. حاليا المشكلة ما عندي أي شيء، خلنا ودي أضبط خوذة شيء كذا، الخوذة صراحة فنانة هذه. الزبدة المدينة هذه أنها ملغمة ملابس، ملغمة أمور كثير، يبالها جلسة وروقان، بس ما هو بالوقت هذا. شوف هذا، هذا يمديك تشتريه، الخروف يقول لك بيفيدك بالصوف، بيفيدك بالجلد، ونفس الشيء الخنزير والبقر كرمكم الله، بنشت طلع صوف وطلع لحم، الشيء اللي ناقص اللي هو الحليب. انا ودي بارمر صراحة جميل، برجع بفرفر في هذه القائمة بصورة افضل. تجاوزت السعة، يعني يبان الحصان، يبان الحصان رهيب. هذا بابو 85 ارخص شيء، شوف يزيد لنا السعة، كل ما نزيد واحد صار 230 عندنا السعة. فمجرد ما يكونون عندنا في هذا الحمير، عفوا هذا الحمير، فنشتري 3 حمير كرمكم الله، ونزيد السعة الى 300. طيب الحصان واحد كم يزيد؟ الحصان يزيد شيء بسيط صراحة، بس الحمير الواحد يزيد لك، واو يزيد لك 100،
فشيء جميل، خمس حمير كذا اتوقع امورنا في السليم قدام. المنجل شوف والله فيه اسلحه رهيبه جدا. هذا الود هامر اللي اقصده في مساله شو اسمه، لو شفتهم هاربين يمدينا نصيدهم ويصيرون اسرع عندنا. ما خاب ظني، انا ودي بالرينجد بو، طبعا ما يمدينا اشتريه للاسف ب 1700، بس بجمع له في الحلقه الجايه على طول بدايتها ان شاء الله راح اشتريه. خلنا نقص اثنين، والله اشترت صراحه شغلات كثير. شوف الزبده هذه بخمس 45، اللعبه ثقيله مره صراحه بالمود، هذه مشكله. ندخل عند الحداد مثلا، الحداد هذا اذا كان عندنا امور نصقلها مثل الخشب الصلب اللي هو الهارد وود يمدينا نحوله الى فحم، وبعدين الفحم اذا كان عندنا خام الحديد نحوله الى هذا. ففي شغلات بعدين ممكن نستخدم الاسلحه اللي عندي واطورها. طبعا انا الحداد حاليا، لو عندي اشخاص ثانيين في الجروب او في العشيرة ممكن نشغلهم كحدادين اذا كانت عندهم ميزة الحدادة وكذا. نفس الشيء التجارة، ممكن بعدين اجيب الجروب واخليه بس يتاجرون او يروحون يساعدون الناس اللي يشتكون من قطاعين طرق، فهذا بيزيد سمعتي لانهم جالسين ياخذون الكلان حقي اللي هو كلان شو اسمه السيف، هذا اللي حطينا صورة السيف. غير كذا ممكن اشتري عربة زي العربات هذه اللي كنا نشوفها تتمشى ويصيرون يتاجرون، يعني تجار اجيبهم. وبعدين ممكن يجي للحانة ونوظف احد من شو اسمه هذا الميرشنري تقريبا اسمهم، اللي توظفهم في انهم يمسكون الحسابات وكذا في العربة هذه اللي اشترتها او في القافلة اللي اشترتها، اللي هم يتاجرون بدون حضورك، فهذا يعطيك دخل جدا كبير. بس انا الحين ودي ارويكم انه يوم انا اتاجر بنفسي، شوف انا انتظر هنا لبعض الوقت اذا كان هلثي ناقص ولا شيء انتظر اليوم الثاني، ولا اذا كانت فيه بطولة ممكن اذهب الى ساحة التدريب. ادخل الساحة، حلوين هذه ساحة التدريب او ساحة البطولات، يا سلام سلم، نسلم على هذا الماستر نقول له لقد سمعت ان هذه الالعاب من القتل كل حروب لا تزال مستمرة. لجعل اسمك وضع التجار محليا حقيبة دهون لطيفة للفائز لجذب المواهب. تستهبل؟ ابغى اعتاد انا كجائزة. اذا انت تدفع لنا القتال ماذا يوجد؟ ليس لدي المزيد من الاسئلة. هل هناك بطولات تجري في البلدات المجاورة؟ نعم، فيه في فوسترم واميت. ما نريد ندخل تدريب، نريد ندخل في شو اسمه بطولة اميت وفوست. طبعا ندخل عند الموسوعة الجميلة نقول له فوست واميت. اوكي الحين مفروض هذه فوسترم مش بعيدة كثير، خل نروحها. الظاهر انها ما يمديني للاسف. المرور في هذا الاجزاء ايها المسافر تدفع اما بقطع نقود. حاربني اذا كنت تجرؤ، حاربني يا سارق يا ابن السارق. هجوم استسلام، اهم شيء شخص واحد مو بكثير، كفي جلد اليوم. تقريبا ما في احد الحين معي، اوه في الليل بعد، وين السارق؟ اوه يا ساتر، يا ريت عندي البوء. تعال اجلد. شو بغوا ينسحبون؟ اي والله انسحبوا. عطنا المطرقه اللي اشترتها يا اخي، تكفى يا اخي. رفست الحصان، لا تعال والله بالغلط، ما كنت اعرف انه في شيء يرفس يا اخي. وش يرضي ان الحصان الحين وش يلاحقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب رايح لي عند الحراميه، فوز بالمعركه كويس. الحلو في الموضوع انك يوم تكون لحالك تصير تطور شخصيتك وشهرتك ومعنويات، كل شيء يعني يرتفع عندك. عطنا القنايم تكفى من الحرامية هذلا، طبعا حق اللصوص هذا لابد منه. خلنا نشوف الشكل، اي والله حرامي كبير واضح. ايوه كرود وودن هذا اللي. طيب المطرقة هذه وشلون اوظفها من ضمن الاسلحة تقريبا؟ اي كذا اوكي، كذا ثلاث اسلحة معي، هل في 50 لازم ننتبه لهذا الشيء. كنت ماشي في حالي ما خلوني. اوه ضربات الدرع، يمديني اضرب بالدرع بعد ما اعرف كيف. تعامل مع الاسلحة بيد واحدة 20%. ايوه خلنا نطور يا شيخ استخدامنا من هذا. حلو وصلنا للمنطقة اللي فيها البطولة الامبراطورية الجنوبية. وخروا يا اللصوص وخروا، انت قف اعطنا فضتك ولا لنشفق عليك. حاربني اذا ربما يمكننا عمل شيء ما. اوه نعطيه والله كم واحد منكم؟ ليش النغمة هذه كأنها في جيش بيطلع لي؟ تخيلوا هذه الساحة يا شباب مليانة جيوش، انتظروا لهذه اللحظة. أوووو جالسين يرمون على الذين، بس كويس ما عندهم دروع أمورهم طيبة. أيوه هروب، ها هروب.
هذا ما مات صح، هسير ان شاء الله انه هسير. لا تخليني اقتلك يا اخي. لا الظاهر انه ما تفيد المطرقة هذه، اريد يغمى عليه بس. ايوه الا والله ثلاث سجناء، حلو حلوين السجناء. الحين بنبيعهم لأهل القرية ونستفيد شهرة ونستفيد فلوس ونستفيد كل شيء. بالنسبة للفلوس الحلو في الموضوع بعد انه ما يكون معك جيش، انه ما في اجور تدفعها، ما في رواتب. بسترن اول شيء بسوي فيها انتظار، شوف الهيلث يزيد، هنا نزيد حركتنا، زيادة سرعة حركتها بنسبة 10%. شوف حاليا اسس عشيرتك اللي هو الكوست اللي عندي، قم بزيادة اموالك بمقدار 1000 دينار اوصل 1000، وزيادة جنودك الى 20 جندي، وصول مستوى العشيرة الى واحد او الكلان يصير واحد، استئجار رفيق واحد. فلازم نحصل بعد خوي يكون ظاهر ماشي معانا لنهاية السلسلة. فلازم نروح نشيك عند الجماعة. شوف هذا اللي عندهم علامات تعجب زرقاء، يعني عندهم مشنات، فيبيلنا نعزز علاقاتنا. خلاص نوقف الوقت، وصلنا الى ان شاء الله يا رب نحصل. توقف الانتظار، اذهب الى ساحة القتال ان شاء الله نلحق المتصدرين. شاهد البطولة، ادخل الساحة، شاهد، انضم انضم انضم، ان شاء الله يمدينا نلحق. انا قدمت الوقت فترة طويلة. فبالنسبة للمشنات تفيدنا العلاقات كثير. يا سلام وانتد دخل، ايوه الاسامي اللي مسجلين امبرول ذا شارك، اهم شيء مش لابسين دروع تكفون، هذا واضح من خوذته. ثروس انا بيوصل النهائي، حاليا 4 حاطين تيم، ما نعرف بعض بس حاطين تيم، واربعة نفس الشيء حاشرين اربعات، بعدين تصفيات كذا عرفت. تخطي الجولة، انضم، شو تخطي، شوف احنا الفريق الاصفر الحين. تعال 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 الحق لك. اوه في طبعا الاسلحة عشوائية، طبعا المساكين هذا لا مفروض ما اركز عليهم، مفروض ادور واحد ابو خوذة هذا زي هذا. اخرب بيته حتى خيله سريع، هذا اللي بيوصل النهاية مفروض ايش، شوف جالس يغدر في الناس اخرب بيته. ايوه حتى الثاني يا ولد اقسم بالله. ايوه نقص من هذا ونقص من هذا، اكتشفوا اكتشفوا اني اكتشفوا اني جالس اضرب الاثنين، اكتشفوا خطتي الجهنميه. في واحد راعي سهام جالس يرمي علي، الله يخرب بيته. الخيل يقول لي ارحم والديك. ايوه هيد شوت، وانت بعد لازم تموت. اجرده يا راعي السهام اجرده. اوه في اثنين من اخوياي، حلو حلو حلو، اثنين من الاخضر، جميل جميل يا وحش، اجلد هذا كفو يا. انا فريق اخضر ولا اصفر؟ جالس يرمي علي هذا الظاهر، والله يرمي علي الوسخ. موت يا شيخ موت، يخرب بيت ابو جدك. تعال 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 ترمي. وين خويي هذا اللي اسمه موجود؟ شكله صابني. جاي يا سيده، انتهت الجوله بس فريقي متهل. كيف فريقي متهل؟ اوكي لان الاخير كان فريقي اساسا، بس خلونا نتجالد. المهم تخطي الجوله مغادره، لا مشاهده الجوله انضم. هذا الحين اللي بيتقاتلون مش دورنا. تخطي الجوله ما اريد اشوفهم، انضم الحين دورنا. هلا اخيرا. هذا الرمي اللي لازم ترفعه، ما ادري صرت خوي ولا يا خوي وخر. والله صبته، يا سلام كفو يا خوي. كفو انا افداه شنبك. سيرجنت اللي فاز من بينهم. انا وخوي الحين بنتعارك ابو شنب. ايش السلاح؟ ايهي صراحة حركة الرفسة، لا شكلي بنجلد من ابو شنب. الله يرحمك يا ابو شنب، اقسم بالله تركيز 2000. الله يستر، انا خايف من هذا، انا خايف من هذا اللي جائزة البطولة درع ممتاز ممتاز. رهان نسوي رهان يا اخي، مالنا في الرهان يا رجال، خلنا في ال يا
اخي تكفى عطني بو تكفى. الله يستر منه ذا الدرع شكلها. الله يخرب بيت الرفسة الغبية. سلام. والله ما عرفت نفسي درع وما ادري ايش وخوذه و... لو اني راهنت. صح يا الدرع، صح يا الدرع، فاز وانتد بالبطولة في فوسترم. الحين الشهرة يا عزيزي. من هو هذا وانتد؟ هذا حاكمكم الجديد. خلنا نروح التجارة نشوف الدرع الجميل هذا بكم. هذا هو انفتري من دريش، سعره ب500. والله رهيب. المدينة اللي جبنا منها الزبدة كان ب45 صح؟ أربع حبات أو أني أكلت واحدة أنا مدري. المهم أنه صار 83، لو كانوا 5 بيصير أكثر. المهم أنهم 4 حاليا، الحين أبيع 4 83. فشوفوا يعني تقريبا ضعف حرفيا، 45 و45. بس أتوقع أن في واحدة أكلها، كان جويع الذيبان وكلها في الطريق. وهذه إحدى طرق التجارة، انك تروح تشوف الشغلات الرخيصة كذا تعرفها. طبعا كيف تعرف ان الشغلات رخيصة هنا ولا لا؟ ممكن تقابل تجار في الطريق، توقفهم وتسألهم، تقول لهم وين الشغلات الرخيصة، من وين اشترتوا هذه الاغراض؟ يقولون لك والله نشتريها من هنا بسعر فلاني ونبيعها في المكان الفلاني بسعر فلاني. اتمنى انكم استمتعتوا بهذه الحلقة، واني ما طولت عليكم كثير. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية. شكرا من تسمين القناة، وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.